عليكم جميع المغاربه واللي كيعرفوني بيان سور. معكم نفيسة من الدار البيضاء، عمري 24 عام، نيفو بكالوريا، عندي ديبلوم في سكرتاريا بيروتيك او اف بي بي تي. درت واحد المشاريع صغيور باش ان شاء الله نكون حياتي وندخل شويه المدخول. و راك عارف الزمان غادي وشي صعاب، خاصي لا مانتيش راه ما كاين شي غيجيبال، خاصه هاد الوقت هذا راه ما كاين راسي ما كاينش عقل عليك الا المهم. راه تقريبا كلشي كيعرف نفيسة، يتيمه من الوالدين بجوج، وعايشه في الخيريه، وكنطلب من الناس يجيو عندي يشريو من عندي، حفزوني يشريو من عندي طون قزوم. عندي بصلة، بطاطا، طون ديال طام، وكاش لانشون. كنشوف راسي غادا وكنكبر، غادا وكنضيع فرا عاد، غادا وكنضيع الخدامي تقريبا لا بلوبار ما كاينش، اللي كيعيطوا لك ما كاينش الولوجيات، كتلقى الدروج يعني ما عندناش حنا الولوجيات، اصحاب ذوي الاحتياجات الخاصه ما عندهمش الولوجي، ما وقيلا ما معترفينش بينا. المهم هادشي اللي كاين، وكنشوف راسي شحال قدك تبقى، شحال قدك تمد يديك، شحال قد بنادم يعطيك، شحال قد بنادم يدور معاك، شحال قد فهمتي، خاصك تنوض تكافح، خاصك راه تعيا اليد اللي تعطي وما تعياش اليد اللي تشد. يعني بنادم اللي كيشوفك خرجتي وكتكافح وكتخدم، بزز منه غادي يعاونك، بزز منه غادي فهمتي، بزز منه غيدير شي محاوله باش يزيدك القدام. وهادشي اللي كنتمنى من المغاربه، المشاكل اللي كنلقاو تقريبا الولوجيات ما كاينينش، كتمشي كتلقى الدروج، كتلقى الحفاري، بزاف الحوايج لا بلوبار كتبغي تخرج مثلا مع لي زامي، مع صحاباتك، بغيتي تدخل في شي ريستور ولا قهوه كتلقى الدروج، كتلقى خاص ضروري بنادم يعاونك، خاص ضروري ديك القضيه ديال ان بنادم يساعدك ويهزك، وداكشي كتجي حنا كتجينا شويه في شكل، والحمد لله حتى شي واحد ما اختار راسو كيفاش غيكون في هذه الحياه، وهذا غير تجربه ودايز. نتمنى ان شاء الله ندير داري، هادشي اللي كنتمنى صافي نكون حره ديال راسي. بزاف د الحوايج، شحال من حاجه كتبغيها تشريها، كتبغي تلبس، راك عارف تشهيتي مثلا شي حاجه، تجمع شويه الفلوس باش تقدر تكبر البروجي ديالك، على شلا ندير بيه ان شاء الله داري، وندير حلالا طيبا، على شلا. كنتمنى الناس اللي كيتفرجوا فيا يجيو عندي ويساندوني، وكنشكر جميع المغاربه والجمعيه حتى هي اللي عطاتني سميتها باش نخدم، باش نعول على راسي ولي زامي. انا المهم اللي بغى يجي عندي، انا ها هو مرجان وها انايا وستاسيون، المهم ما بيناتهم انا كاين الوسط، مرحبا بكم. مرجان ديال القريعة، شارع بوشعيب الدكالي. السلام عليكم، انا سميتي نوفر، خوها البنت نوفيسة، انا داخل في هذا المشروع، وكان دينو هذا المشروع اللي بغى يجي شي واحد يتقدم من عندنا، دينن 6 دراهم الطن. انا ساكن مع هنيت في سنتر، انا يتيم ولكن قرينا وتكافحنا ووصلنا حلمنا، ولكن ما قدناش وصلوا أكثر، حتى ما قدناش خدمة. الحمد لله ربي كبير، ما تخلاش علينا في هالظروف، في حنا ندوي احتياجات خاصة، والحمد لله. انا قرنت كطريان، ولكن عندي نيفو في فرنسي، وعندي دبلوم في كونتابليتي لافرماتيك اوبيراتور دو لا سيزي، والحمد لله عيد
نسيا بالسيتات ونصيف الطوالو وندنا وطلبنا بإذن منتشاري اللي مسؤولين في هاد هاد الدولة إذن لهم الطلب باش نلبحوا هاد المشروع. ولكن الحمد لله قبل كنا ندير مشروع غير مشروع وكنا دايرين الليمون دابا الحمد لله ربي وقف معنا وعطاولينا هذا المشروع الحمد لله.